أتاح لنا اجتماعنا اليوم الفرصة لتبادل الرؤى والتحاليل حول القضايا التي تقع في صلب اهتمامات السياسة الخارجية لبلدينا، حيث أطلعت زميلي معالي الوزير على التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الساحل الصحراوي، وأحطته علما بالجهود التي تبذلها الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتغليب منطق الحوار والتفاوض لتشجيع الحلول السلمية للأزمات، لا سيما في كل من النيجر ومالي. وفي ذات السياق تطرقنا كذلك إلى قضية الصحراء الغربية وإلى ضرورة دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر المبعوث الشخصي للأمين العام لإحياء المسار السياسي بغية تمكين طرفي النزاع من الوصول إلى حل عادل ودائم ضمن الشرعية الدولية.